ينضم إلينا مشاهدينا الكرام هاتفيا من برلين أحمد السيد الكاتب الصحفي للحديث بشكل تفصيلي أكبر عن فيروس كورونا في ألمانيا. أرحب بك سيد أحمد بداية على شاشة أكسترا نيوز وفي هذه الجولة الإخبارية. إذا موجة رابعة اليوم تضرب ألمانيا تضرب وتعصف بالنموذج الألماني في محاربة فيروس كورونا، هذا ما جاء على أحد أو في عناوين أحد الصحف الألمانية. تفشي جديد لفيروس كورونا، كيف تصف لنا هذا التفشي؟ ولو تطلعنا على يعني أعداد الإحصائيات فيما يخص فيروس كورونا من ألمانيا. أهلا وسهلا بك يا فندم. طبعا التفشي كارثة كبيرة في ألمانيا، لم تحدث ولم نتوقع أو حتى لا يتوقع مواطنين في ألمانيا هذه الكارثة، لأن هناك وقت كبير للحكومة الألمانية أكثر من عام أن تجهز أن تحضر لهذه الكارثة التي نعيش فيها في ألمانيا. والنهاردة طبعا كل المديريات الصحية طبعا مقفولة، فطبعا الأعداد بتاعت النهاردة غير امبارح 47 ألف أو أكثر. وطبعا المشكلة الكبيرة جدا هو طبعا امتناع كثير من المواطنين في عملية التلقيح لعدم اطمئنانهم، وبعض المواطنين طبعا ضد عملية التلقيح بعد محاولة طبعا عدم في ألمانيا. يعني في حساسيات كبيرة جدا بفرض التطعيم، وهنا الفرض هنا بيبقى في ألمانيا حساس جدا، فلذلك سئل بعض طبعا يعلن بعض السياسيين بان لابد يكون في فعلا فرض للتطعيم، ولكن اتخذوا طريقه ثانيه وتنفذ غدا في برلين وبعض الولايات الاخرى، هو لا يسمح للمواطن بدخول اي مكان مثل المطاعم او الصالات الرياضيه او غير ذلك الا بالتطعيم او المتعافي، فهذا يعتبر فرض بشكل غير مباشر. وهناك ايضا فرض على بعض الذين لا يلمهم التطعيم عدم دخول هذه الاماكن، وهذا يعتبر فرض بشكل اخر. وهنا طبعا في طبعا عمليه عدم العنايه في هذا الموضوع طبعا. نعم سيد أحمد. نعم أشكرك شكرا جزيلا سيد أحمد السيد الكاتب الصحفي، حدثنا هاتفيا من برلين على كل هذه المعلومات.